بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بألف خير وأفضل حال. والنهاردة جبت لكم فيديو جديد، وهو يعني هعمل معاكم خلطة اللي هو تخلي مثلا فراخ البلدي أو البط أو غيره من الطيور تبشر بالبيض بدري وتخليها تبيض بدري. وإن شاء الله الوصفة ديت معمولة بس للبيض، لكن ديت منصحش بها كتسمين لأني ملهاش اي علاقة بالتسمين ولا اي حاجة من اللي هكون في الخلطة ديت هتكون تخص التسمين. تمام. طيب انا دلوقتي معايا ايه؟ انا معايا جاي دول 3 كيلو علف بياض. تمام. هنحط بنفس المقدار بالدش، بس طبعا جايب كمية الدش دي كبيرة، فهضطر ان انا ما احطهاش كلها. كده انا هبتدي اتفتح. نيجي هنا يعني نحط عليهم كده 1/2 كيلو صدف، هو الكيلو بجنيه يعني من عند اللي هي الناس عند العطار وعند اللي بيبيعوا على الطيور والحاجات دي. كيلو الصدف بجنيه، انا جايب 5 كيلو بحيث برضك ان انا مش هيكون ليهم بس وكل يوم وللحمام، فانا طبعا لسه عامل الخلطة بتاعت الحمام. وعندنا هنا ده اللي هو السرس. تمام. وكان المفروض ان انا اجيب ردة بس نسيت. تمام. وده السرس اهو على كام رغيف عيش ناشفين، فطبعا انا هكسر العيش وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد ما كسرت العيش. طبعا لو في لسه حتت كبيره كده بنكسرها بقى بايدينا. تمام. طب ايه لازمه الوصفه دي؟ اول حاجه العيش بيكون فيه خميره، فدي بتبقى مهمة جدا ان الفراخ تكبر بشكل صحيح، او سواء الفراخ او البط او الرومي او الوز او غيره من الطيور. تمام. طيب وبالنسبة العلف البياض بيخلي الطيور تبشر بالبيض بدري ويخليها تبيض يعني ممكن قبل اوانها. تمام. طب بالنسبة للصدف، الصدف طبعا معروف ان هو فيه كمية كالسيوم كبيرة جدا، بتساعد ان الفراخ تبيض بشكل كويس وان البيض يكون قشرتها جامدة، وبرده يخليها تبيض بدري لان هيكون فيها كل الكالسيوم اللي الطيور عايزاه. طيب بالنسبة للسرس، السرس ملوش اي لازمة، يعني اللي يقولك السرس ليه فوائد وكده، لا هو ملوش اي لازمة غير انه بس بيخلي الطيور ما يكونش فيها دهون، يعني هيخلي الطيور ما تعبيش دهون خالص، هو ده فايدته الوحيدة بس. لكن هو لا له علاقة لا بتسمين ولا بأي حاجة. تمام. هو كل اللي فيه بس ان هو بيخلي الطيور ما تشيلش دهون وتخليها ما تليس. التليس دوت اللي هو تخليها تملى دهون من ناحية المخرج اللي هي بتبيض منه، فده بيخليها انها ما تبيضش، فهي دي الفايدة الوحيدة للسيرس. تمام. وطبعا أملاح معدنية، فاحنا هنحط على دوت معلقتين ملح كبار. وبكده انا هكون خلصت الوصفة بتاعت الطيور، وابتدي ان انا احط لهم منها. تمام. اللي عايز يمشي على الوصفة دي على طول يمشي، اللي عايز يحطها شهر او يحطها لحد ما الفراخ تبشر بالبيض يحطها، بس هي الوصفة ديت مش مكلفتنيش اكتر من يعني بالظبط هما تقريبا 45 جنيه، لان زي ما قلت لكم الصدف الكيلو بجنيه والسيرس كيلو ب2 جنيه. طبعا احنا عندناش سيرس في شكاير فبنشتروهوش. و اللهم صل على النبي، العلاقة والدش بس هو اللي هتشتريه، وما تشتري صدف الكيلو بجنيه، تشتري لك 5 ولا 10 كيلو هتخليهم عندك، هيفضلوا عندك ممكن 6 شهور ولا حاجة. تمام. انت هتجيب بس الدش والعلف البياض. تمام.
وفي كده انا اكون خلصت الفيديو. لو يا ريت لو انت استفدت من الفيديو تعمل لايك، ولو بتشوفني اول مره اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي. واللي عنده اي سؤال يسيبه لي تحت في التعليقات.